حنعمل شغلة كتير غريبة اني حاطلع على هاي السيارة. اليوم مسافرين من مدينة اربيل لمدينة دهوك. اليوم مسافرة على محافظة تانية بعيدة ساعتين ونص لحتى قابل شخص اخذ كتاب جينيس. متخيلين اخذ جائزة بكتاب جينيس، صاحب الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد من تمارين الضرب. كما يملك ابن مدينة دهوك رقما قياسيا آخر لأكبر عدد من تمارين الضغط على رؤوس أصابع اليدين. حنقابل بطل العالم ومحطم الأرقام القياسية بكتاب جينيس. فاشتركوا بالقناة ويلا نبلش بالفيديو. مرحبا. أيوة أحلى، أربيل ولا دهوك؟ دهوك. دهوك أحلى. ليش؟ والله أنا عايش بدهوك، دهوك أحسن. تأخذون فرع السدة؟ جبا سدة دهوك. أوكي سد دهوك حلو. أوكي هسا الجو يعني حلو منيح. إجينا اليوم طقس حلو اليوم إن شاء الله. رح ننزل لتحت على السد. أوكي هاي منطقة حلوة سياحية بالمحافظة دهوك. لي زمان ما شفت المي والبحر. شو؟ فينا نسبح ولا ممنوع؟ هاي ممنوع هسه. ممنوع. يا ريت لو في واحد يسبحه. عمر 33 سنة. واحد اثنين خمسة ستة سبعة. تضرب؟ شو الرقم القياسي اللي كسرته؟ 2500 بوش أب خلال ساعة واحدة. 2500 بوش أب خلال ساعة واحدة. كم بوش أب تقدر تعمل لي هلا؟ هلا؟ أنا راح أقول لك قديش، تمام؟ 200. 200 شنو؟ توصلت شنو؟ يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. واو. 55 بوش اب خلال دقيقة واحدة و 30 كيلو مال ظهر. 12 13 14 15 16 17 18 19 20. بالمستقبل انت شو حابب يعني تصير؟ شو ممكن حابب تعمل؟ او حتى ممكن بالارقام القياسية حابب لسه تعمل؟ والله مستقبل أنا بحبك يعني مجمع رياضي. بيكون عندك مجمع رياضي حلو وتلعب يعني شبابين موهوبين لهذا الاختصاص مع المجال. يعني كلش طموح شبابين يحترم رقم قياسي، بس مو يعني طريقة سهلة حتى تصير تحتيم رقم. بس إن شاء الله أني أفتح هاي مجمعه وبالمجمع يكسر رقم قياسي ودعم الشبابين وكل حب في الرياضة. 190 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
20 رجعنا لزمن كورونا، صرنا نلبس كمامات. المهم قوانين صارت صعبة كتير ومنتشر كورونا بكل المحافظات. بقى هلا قررنا بعد ما خلصنا شوي من التمارين قررنا انه نروح نشرب شاي، نشرب قهوة، نشرب شيء يعني بالسوق. ما بعرف تشبه ميسي والله. يا رب أنا أشبه ميسي. وفعلا يشبه على ميسي. أطول مسبحة بشوفها. كأنهم مسكرين ولا كيف؟ إيه اليوم جمعة كلهم مسكرين. كان لازم هدي على الثياب بعيد من النوروز، كان كل واحد. نو. بس ألوان. أنت تحبني؟ تحب المسابح كثير. تحبني؟ يلا لا. هدية. لا لا. لا ما بدي والله. والله ما بدي. والله هدية حلوة. والله ما بصير. جيب لي هدية.
بدأت المواجهة الشرسة بين كارولين مارليني وجرجيس أبو عضا، وكان اللقاء جدا. المواجهة الأولى 1 برافو كارولين، 2 كارولين تتفوق، 3 كارولين برافو، 1 2 3 10 20 100. يبدو أن جرجيس مهكر اللعبة. لا، لكن كارولين لم تستسلم وقررت التغلب على المواجهة الثالثة والأخيرة والأصعب بالنسبة إلى جرجيس. نظرات حادة بين المتسابقين، ونبدأ بصافرة مباراة. وانتهت المباراة. حنعمل شغلة كتير غريبة، اني حاطلع على هاي السيارة، بس الاهم من هيك انه الاسبوع او الفيديو الجاي حيكون في كذا سيارة وحاطلع معهم كلياتهم. بقى المهم خلينا نعمل تجربة هلا بسيطة، نعمل تيست وتخبروني تحت بالكومنتات اذا بتكون يعني صور للفيديوهات اللي جاي معهم. Let's go. وهلا نحن وصلنا معكم لنهاية الفيديو. كان معنا بطل العالم بالأرقام القياسية بموسوعة جينيس، البطل جرجيس. طبعا اليوم انا كثير كنت مبسوطة انه انت كنت معي وخليت الناس تتعرف عليك اكثر لحتى يشوفوا هيدي الموهبة الموجودة هون بكردستان. يلي بدي اياه منكم انكم تروحوا تتابعوه على الانستغرام، موجود تحت بصندوق الوصف، وتدعموه لانه هو فعلا بيستاهل، وقريبا جدا مثل ما خبرناكم حيجتاز رقم قياسي جديد تقريبا بعد شهرين ان شاء الله. ان شاء الله. وانا كثير مبسوطة ان شاء الله. Coming soon again, breaking record. Inshallah, inshallah, ya Rab. وما بدنا ننسى أكيد. كان معنا دائما، أخذنا وكان معنا بالسيارة وجابنا وجاب. المهم نحن وصلنا معكم لنهاية الفيديو، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا وانبسطتوا. لا تنسوا تشاركوا الفيديو مع كل العالم وكل الناس، حطوا لايك واشتركوا بالقناة. وهلأ صار فينا لكم إنه كارولين تيم هو الأساس. بحبكم كلياتكم، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. نقول لهم باي باي باي. بس أنا حاجة صعبة أتكلم للناس.